ناس اش اخباركم؟ كي دايره؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير؟ كل شيء لاباس الحمد لله. نتمنى الفيديو يلقاكم يلقاكم مزيان وبتمام الصحه وما تكونوش مرضت بالبرد. مهم البنات، هاد الفيديو جا سبيسيالمون للعيالات اللي ربي مازال مرزقهم بالذريه الصالحه، وكل بنت كتجيها الدوره الشهريه بالحريق بزاف. هاد العشبه اللي قدامكم هي افضل حاجه ممكن ديريها ليها، هي هاد السالميه هادي او المراميه باللغه العربيه، السالميه الدريات. العشبه اللي انا جربتها ولقيت اللي جربتها وكنديرها ومازال كنديرها ولقيت عليها الراحه، حيت كانت كتجي الدوره الشهريه الدريات كتجيني قاصحة بزاف بالوجع، كنبقى نتركل الوجع النيت، يعني تيجيني الوجع قبل ما تجيني، يعني قبل ما تجيني، وملي كتجيني راه كنموت بالوجع. بهذا المعنى كنموت بالوجع. كندير باش كتكلمي عليا، ولا كلمات عليا، يعني كنبقى نتوجع هذيك الفتره كامله تكون فيها هذا الدوره الشهريه. علاش البنات كنتوجعوا؟ علاش البنات كتجيو الحرق؟ حيت كنديرو شي حوايج اللي ما خصناش نديروهم، كنمشيو حفيانين، كنعومو وعلينا الدوره الشهريه، كنجلسو على الدص نيشان، يعني حتى حنا كنساهمو في باش تجينا الدوره، باش تجينا هذا لي غاكل قاصحه، يعني ما كنشربوش شي حاجه سخونه قبل ما تجينا، ما كتوش في فرجينا، كنتمشيو حفيانات. راه الدريات كاع كتمشيو حفيانات، وعندكم تقولوا لي لا ما كنمشيوش حفيانات، هذا ما كنلبسوش، كنلبسو حوايج خفاف في الدار بحال هكا، خصوصا في الصيف، راه واخا الصيف الدرت والحال سخون ضروري خصنا نلبسو في رجلينا، وملي تقرب تجي يعني خصنا نشربو شي حاجه سخونه، وما نتمشاوش باش ديك الدم اللي كاين في الوالده كطيح كامله، يعني ما تبقاش مكبده لداخل. راه هذا هو الاسباب اللي كيخلي بعض العيالات ما تيولدوش دغيا، يعني كتبقى ديك الدم لداخل كتكون ليها البروده، وهاد العشبه الدريه تفنى البروده، اللي عندها البروده في هذا في الوالده ديالها، واللي الدوره الشهريه هذا كتجيها مخربقه ما منتظمش ليها، وحتى البويضات كتنظمهم وحتى كتسرع في داك الانتاج ديالهم، يعني فنة فيها فوائد بزاف بزاف بزاف. غير البنات هذاك خصنا نستعملوها مزيان، ماشي غير صافي مزيانه غنبقى نشربها بلا موجب شعر، شرب 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 شرب. لا البنات، يعني قبل ما تجينا الدوره الشهريه كنشربوها، كنشربوها كنديروها غير في اتاي بحال كتعمري بها في بلاصه النعناع، كديريها هي فيها واحد الريحه فنه، مذاقها فن، يعني زعما كاين ما غاديش تدركها واعره فنه، كتشربيها غزال زعما كاين ماشي مره ولا حاره، بالعكس زويونه فيها واحد الريحه فنه، يعني ما غاديش تدرك في قلبك ولا شي حاجه واعره. هذا مزيانه بزاف هذا السخونيه ديال الوالده، يعني كتسخن الوالده حتى فاش كتشربيها لي غير قلبها كتحسيش بها انتاجاتك، حتى الا كانت جاك الوجع وما بغاش تنزل شربيها، يعني كتنفع بزاف، وكتنزل لك هذا لي غاكل بلا حريق بلا وجع بلا عذاب. هذا المراه الحامله ممنوع عليها هي ولي كترضع، ولا اللي باغا دير شي عمليه يعني ما خصهاش تشربها نهائيا، حيت كتجري الدم. هذا ملي تكون فيك لي غاكل كطيحها عليك مزيان، ما كتقطعش لك، يعني كطيح هي هذه كتضبط، يعني ماشي كتجيك مجهده بحال فيضان ولا كتجيك قليله، يعني كتجيك هي هذيك هي بحال قلتي كتريقلها، يعني اي حاجه كانت فيك ماشي هي هذيك كتريقلها. ومزيانه المراه اللي مسكينه، ما نقولوش مسكينه بهذا التعبير، اللي ما ولدتش كنبقاو نقولها مسكينه، علاش ما مسكيناش؟ الله اللي باقي ما فك حزامها. نقولوا هاد العشبه هذه كتساعد بواحد النسبه كبيره باش المراه تولد، ونديروا النيه، كلشي على النيه، الواحد يدير النيه وما تعرف يجيب الله عليها التيسير، تيقول لك سبب عدي وانا نعينك، يعني راه الواحد تياخذ غير بالاسباب،
والكمال لله سبحانه وتعالى. وانا نفعتني بزاف صراحه، كانت تجي كما قلت لكم انا غير قاصحه بزاف والحمد لله نفعتني. دابا ما بقيتش كنحس بها ملي كنشربها زوينه. انا فين اكتشفتها الصراحه اكتشفتها في دار راجلي كيستعملوها بزاف والحمد لله كنشوفهم زعما كيما كضربنا لي غير ما حتى حاجه حتى كيحسوا بها جات. دابا وليت كنشربها حتى انايا بحال هكا، يعني الا كانت معطله عليك تشربيها كطيحها عليك كاع الحاجه السخونه غير الدريات ما تكثروهاش. اي تسمعوا هذا مزيانه وتبقاو تكثروا ولا تطولوا في المده ديال الاستعمال. كما قلت لكم الدريات تشربوها مع اتاي في الصباح بحال هكايا، ولا المره اللي فاتها لي غير بحال هكا اللي فاتها وخصات منها تشربها، يعني تشربها كيف في الصباح بحال هكايا مره واحده في الصباح جوج مرات في الصباح قبل ما تنعس صافي لواحد المده قليله 5 ايام ولا سيمانه بحال هكا صافي وتحبس. وكما قلت لكم المراه الحامله ممنوع عليها تشرب واحد الله يسترك سخونه بزاف لا تطيح ليها الله يستر داكشي اللي في كرشها. واللي بغى يدير شي عمليه ولا عندها شي عمليه ما تشربهاش، يعني تقطع قبل جوج سيمانات والمراه اللي كترضع حتى يخسر ليها الحليب. وهذا الشيء اللي كاين البنات الله يجعلها تكون فائده اللي تعم على الكل وتكون سبب لشي وحده فيكم ما جابش لها الله الدريه. حيت شحال وحده غا كتكون خاصها غا بحال هكايا كانت في عندها البروده ولا شي حاجه، هذه كتعاون. والله يسهل على كل وحده ولا رزق كل وحده ما تمنت في خاطرها، سواء اللي مزوجه وبغات تولد الله يجيب ليها الله رزقها، سواء اللي مازال الله يفرحها ويجيب لها حتى هي رزقها حتى هي، واللي مازال ما ولدات الله يرزقها بالدريه الصالحه ويفرحها بشي وليد ولا بنيه. هادشي يا الدريات الله يسهل لكم كاملات اللي نوض في خاطرها شي حاجه الله ينولها ليها. يلا نخليكم البنات حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله، نتمنى الفيديو يعجبكم وتلقاو عليها نتيجه. كنتمنى انا كنأكد لكم اللي غير الدريات ما تبقاش تجيكم بالوجع وكتعاون في الحماله والله يسهل على كل وحده. وكنتمنىكم ما تنساونيش من الاشتراك في القناه وديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو وتكتبوا لي لي كومونتير على هاد السلميه هذه اللي كتشربها باش ترى الاراء ديال الناس اخرين. ملي كتسمعي شي وحده اخرى استعملها ونفعاتها هكا كتاكدي واخا تيكون حيت الناس تيكونوا كيشكوا وهذه الله يحسن العوان. كتكون المراه ما خلات ما دارت ولكن الدريات شوفوا النيه ادعيوا واستغفروا الله ان شاء الله الله يجيب لكم التيسير. وما تنساونيش انايا من الدعاء، وما تنساوش ديروا ابوني للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنساونيش من لايك الدريات ولي كومونتير. والله يسعد لكم كاملين، كنبغيكم بزاف حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه الدريات. انت ما قلت لكم شنو هذا المود دون بلوا كيفاش تستعملوها. كنستعملوها الا بغيتش تشربها في اتاي بحال هكايا بحال هكا في الليل، كديري الماء السخون هو ديال انا في الكاس الماء السخون كتزيد عليها الوراق ضروري تنغطيوها بهذا بواحد الكاس باش دوك تغطوها حنا بواحد الكاس باش تشوفوا تلفها الدريات. كنغطيها بواحد واحد الطبسيل يعني دوك الفوائد تاعي يبقاو فيها صافي. اون فوا كيولي الماء ديالها هذا صفر وطلقات مزيان كنشربوها والله يجيب تيسير لاي وحده والله يسهل لكل وحده. تهلاو ليا في راسكم كنبغيكم بزاف.